وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. صدق الله العظيم. سيبني أدي أنا بقولها أنا دي. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. صدق الله العظيم. يا اخي سيبنا اقعد جنبك شويه. بتقعد يا عم. ربنا يزيدك يا عمر من فضله. انت ما شاء الله عليك يا عمر، انت اي حاجه تقولها تبقى طالعه من بقك زي العسل. ربنا يزيدك يا رب. قول لنا بقى كده حاجه كمان بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله الله ما شاء الله. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. يا أخي أنا نفسي ما تخلصش قراءة، يعني أنا بجد يا جدعان أكتر حاجة وحشة عمر بيعملها إن هو بيخلص، إن هو بيخلص بس. عمر ما شاء الله يا جدعان عملاق، عنده 16 سنة بل ما كملش 16 سنة. كمل عمر ربنا يزيدك. سمعنا حاجة كمان كده أفهم من هذا الحديث بقى بالله عليك عشان الناس كده ترجع لربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هذا الحديث تعجبون. الله. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. ما شاء الله ما شاء الله. وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. كلام ربنا يا جدعان يعني أجمل معجزة على وجه الأرض. ليه إحنا بنفرط في كلام ربنا ومش بنقرأه هذه الأيام المباركة؟ لو ما قريتهوش دلوقتي هتقراه إمتى؟ استغل الفرصة اللي أنت فيها وامسك فيها بإيدك وأسنانك. سمعنا حاجة كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك العبرة. الله 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 الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الله 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 عليك
يا مولانا الشيخ عمر. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. سبحانك سبحانك يا رب. والجبال أرساها لأنعامكم. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا جدعان عملاق، يعني الصبح كده يطلع يقرأ في الراديو ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني نتمنى من ربنا نسمعوك في الراديو كده عمر بإذن الله. ده اللي بشتغل عليه بإذن الله. يا مسهل الحال يا رب، هتبقى من أجمل الفرحة كده والواحد ماشي في أي طريق ولا في أي حاجة بيسمعك في الراديو، بنسمعوك في التلفزيون في برنامج كده، نسمعوك كده بتقرأ في محافل ويعني حاجات جميلة كبيرة جدا تستاهل كل خير. ليه يا جدعان؟ متمكن متمكن. أنت بقى عمر بتتمنى إيه من ربنا؟ يعني أنا عارف أنت عندك لسه ما كملتش 16 سنة وعملت حاجات إحنا كلنا بنتمنى إن إحنا نحملها. كل واحد والله. ربنا لا ربنا يزيدك من فضله. كفايه تواضع بقى يا عمر، كفايه تواضع، ربنا يزيدك من فضله. انت بقى بتتمنى ايه بقى؟ ان شاء الله انا بشتغل نفسي، يعني بشتغل على نفسي عشان نفسي ابقى قارئ يعني في الاذاعه زي ما شاء الله. الشيخ الحصري، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ عباس، الشيخ المنشاوي، الشيخ الطاروطي، فنفسي ابقى زيهم، فده اللي بشتغل عليه وربنا يرضى عني وان شاء الله يا رب يرضى عنا جميعا يا رب. ان شاء الله ربنا يوفقني في اللي جاي يعني. وما اجمل حلم، وما اجمل وما اعظم حلم اللي كلنا بنتمنوه من ربنا، ان احنا نبقوا مثل هذه القراء العظام اللي احنا المدارس اللي هم سابوها لنا بنتعلموا منها، الشيخ الحصري، الشيخ المنشاوي، ناس يعني الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، مش عارف مش عايزين ننسى حد، كلهم سابوا لنا مدارس جميله. ربنا يا رب يحقق لك اللي بتتمناه. عمر انا هضغط على عمر يا جماعه، معلش هضغط عليك، عايزين نسمع حاجة للشيخ محمود الشحات قطر. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. الله عليك، ده الشيخ محمود الشحات لما يشوفها انا واثق انه هيكلمك. والله ما شاء الله يا شيخ محمود، اتفرج على الجمال والحلاوه، حاجه مبدعه يعني تبارك الرحمن. ربنا يزيدك من فضله يا عمر. اسمعنا ايه تاني يا عمر؟ اسمعنا ايه تاني بصوتك الجميل الرائع ده؟ كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا قوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. الله عليك يا عمر، الله عليك يا اخي، بتمتعنا كلنا يا اخي. ربنا يجعله في ميزان حسنات والدك ووالدتك وكل من سعى في انك تطلع بهذه الجمال وبهذا العظيم.